السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ وكما كنعرف كتعرفوا بزاف وكنحماق، وحنا كامل العيالات على لي برومو ولا لي سولد اللي كيداروا. جيت للمروه لان في هاد لي سولد وقلت ضروري ما نصور الغزالات ديالي. لي سولد اللي كاينين كما كتشوفوا هاد لي بونطالون هادو غزالين يا البنات، شي كاليتي ديالهم عجبتني. الثمن ديالو داير هذا غير هاد الغوز هذا 109 دراهم، هذا اللي داير 109 دراهم، ابار هذا كلشي دايرين 99 درهم. كاع اللوينات كما كتشوفوا كاين في هذا اللون الخزي، كاين في الزرق، كاين في الكرونه، ومهم نفس الثمن ب 99 درهم. غزالين البنات، والله الا غزالين، انا عجبوني. اللي بغيت نقول لكم ما تنساوش تدعموني على القناه، محتاجه الدعم ديالكم هاد الايامات، ومحتاجه التشجيع ديالكم كذلك. انا عارفه كتشجعوني وواقفين معايا، وكنشكركم بزاف. هذه القناه موقفه غير بكم نتوما، ولكن زيدوا دعموني كثر وكثر، وشكرا بزاف. وما تنساوش ديروا لي لايك وتخليوا لي كومونتير باش نعرف هاد لي سولد واش كيعجبكم ولا لا. المهم انا غنكمل معكم الجوله ديالي في لي برومو اللي دايره مروه. وهذا الشكل الثاني في لي بونطالون، هذا راه ديفيرون على الاخر. كما كنتو شفتوا الاخر الشكل ديالو محبب، هذا لا، هذا ما محببش، كيجي هكا هكا لون هكا الشكل ديالو. انا قربت لكم باش يبان لكم. الثمن ديالو 89. وكاينين هاد القبيات هادو اللي غزالين، كاين فيهم الطوال وكاين فيهم القصار، واللوينات زوينين. انا بدا كتحمقني الغوز والديكراتي ديالو، هاد هما اللون اللي كيعجبوني. كما كتشوفوا معايا هاد القبيه كدير 99 درهم، وتقريبا كيدور كلشي في هاد الثمن. ما قدرش نصور كلشي لان كان المحل عامر وما بيش نديرونجي الناس اللي كانوا فيه. حاولت ناخذ ماكسيموم ديال التصاور ولي سول اللي كاينين. المهم كما قلت لكم القبيات فيهم الطوال وفيهم القصار، وسخونين على حسب نيت هاد الوقيته ديال البرد، وفيهم حتى الخفاف، فيهم حتى ميم سي هما قبيات ولكن خفافات. كي كتشوفوا اللوينات غزالين، هاد النواغ هادي عجبتني، ولكن بالنسبه للبنات اللي كيلبسوا القصير غزاله. وكما كتشوفوا هاد اللبسه غزاله، درنا ليها التناسق انا ومنى. وما تنساوش البنات دخلوا لاباج انستغرام ديال منى، كدير فيها الميكاب، كدير فيها دي فوتو غزالين. دخلوا لعندها باش تشوفوا التصويرات اللي كدير. قلت لكم نرجعوا للبرومو. هاد لا شوميز تاعي دايرين فيها سولد، وهاد السريوي الموطاغ حتى هو. المهم جات هكا لبسه متناسقه وغزيوله كما كتشوفوا، داير كانت اللي داير لها 99 درهم. وهو البونطالون. المهم غنخليكم مع الموسيقى وانتم كتشاهدوا لا فيديو بلا ما نبقى نهضر لكم بزاف. يلا نتلاقاو ان شاء الله في اخر الفيديو.
ومن بعد ما سالينا الجولة ديالنا في مروة قسنا فطرنا شوية، من بعد تحركنا وكندورو في المحلات ديال شي تسكن، وحنا لقاو واحد المحل غزالة البنات سميتو روتانا. هاد المحل روتانا شيك، المهم هاد المحل فيه سيكان غزالين، فيه دي زاكسيسوار. انا بعدا حمقوني لي زاكسيسوار ديالو، ما قدرش نصور عنده كلشي. فيه الماكن ان شاء الله المره الجايه غندير لكم فيديو خاص 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 على هاد المحل. كما قلت لكم فيه الماكن غزالين، عنده الميكاب، عنده شحال من حاجه. ايوا ودزنا من بعد هاد المرحله كامله ديال التصوير، دزت قبت ودنيا وكانت هادي اول مره نتقبها. المهم ديجا عندي التقبه الاولى، ولكن هاديك ملي كنت صغيره، ملي كانت عندي عام. وديما كما قلت لكم بغيت نديرها، ولكن كنخاف من داك البيستولي ديالهم. ايوا شجعتني منى، قالت لي زيدي زيدي زيدي. ايوا دازت نوبتي ودابا نوبت منى. منى بغات دير الثالثه، كانت شويه حاره. صراحه صبرات ليها منى، انا غير هادي الثانيه وما صبرتش ليها. منى تبارك الله عليها. صافي تقبنا سميتو، تقبنا لودينات، درنا ليهم، شرينا نيت عندو توينكات زوينين، عندو توينكات وصافي. وهكا دوزنا النهار ديالنا من بعد ديك الجولة اللي درنا. هنا كندير لكم جوله خفيفه 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 على السيكان وعلى الكاليتي اللي عنده. المهم الكاليتي ما غاديش نعرفها، ولكن غتشوفوا بعدا الموديلات اللي كاينين. انا عجبوني الموديلات عنده بزاف الاشكال، وعنده لو شوا بزاف. المهم نخليكم تفرجوا حتى الاخر وصافي. هادشي اللي كاين، المهم سالت الجوله ديالنا غير بالدوران والتسركيل. وما تنساوش الا عجبتكم لا فيديو شجعوني ودعموني، راني محتاجه للدعم ديالكم هاد الايامات. وكنشكر كلشي المتتبعين والمتتبعات ديالي على التشجيع ديالهم وعلى الدعم ديالهم. وماذا بيا كثر 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 كثر، وراه هاد القناه راه غتستمر غير بكم. وشكرا بزاف.